لو نشوف مع بعض ازاي نعمل شوت اكستيريور للمبنى بتاعي بعد ما عرفت ازاي اعمل شوت انتيريور وازاي اتعامل مع المبنى من جوه. خلينا نشوف بقى ازاي اقدر اتعامل مع المبنى من بره، ازاي اظبط الاضاءات، ازاي اظبط الانفايرمنت اللي حواليا، ازاي اظبط العناصر اللي هتحلي الشوت بتاعي. مبدئيا اهم عنصر عندنا في اي شوت اكستيريور هو الازاز. الازاز نقطة مهمة جدا، لان الازاز لو ما تزبطش مش هيعرف يعكس لك الخلفية المحيطة بيك. فانا كده هاجي اسحب الازاز بتاعي، وبالماتيريال اديتور هنا هبدأ ان انا اعلي الريفليكشن بتاعه جدا. هنلاحظ التغير اللي حصل، ان هو ابتدى يعكس الانفايرمنت اللي حواليا، ابتدى يعكس لي السماء، ابتدى يعكس لي الارضية. بس بعد ما بصيت للانعكاس حسيته ان هو لسه مش مظبوط قوي، يعني الأرضية سادة خالص، ما فيش مباني، ما فيش شجر، ما فيش الكلام ده كله أقدر أظبطه بالسكاي بوكس. هاجي من الفيجوال سيتنجز زي ما احنا متعلمين، وباجي على سكاي وبغير الباك جراوند دي، يا بسحب سكاي بوكس ليا يا بختار من الحاجات اللي موجودة زي ما اتفقنا. فأنا لو خليتها تاون كده وباجي أقلب، زي ما انتم شايفين ابتدى يعكس الحاجات اللي حواليا. لو خليتها اربن تعكس لي ان في بيوت وحاجات زي كده، فطبعا دي اقرب ما يكون للحقيقه، يعني اكن المبنى بتاعك عاكس الباك جراوند من ورا. طبعا الموضوع سهل جدا بالنسبه للازاز، واحنا كنا اتعلمنا ازاي نظبطه، بس دي نقطه مهمه كنت لازم اقول عليها. برضو في ماتيريال تانية او تو ماتيريالز تانيين حابه ان انا اتكلم عنهم، هي الاسفلت والطينة. لما باجي اتعامل مع الاسفلت، انا كنت منزلة الخامة دي كانت بس ملهاش مابس للأسف، فهبدأ بقى اظبطها. هاجي بالماتيريال اديتور كده، وفي الهايت هعمل لها يوز البيدو عادي عشان انا مش عندي المابة بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده ابتدى ان هو يظبطها، طبعا معمولة على البامب لان انا مش محتاجة اخليه على الديسبليسمنت، وطبعا البامب كده هيبقى على الاخر عشان ما يعملهليش بالعكس، او يعني على حسب ما تظبط معايا. انا حاسة انها ظبطت التجاويف او النتوءات دي بقت مظبوطة اكتر لما راحت للشمال. بعد ما عملت كده ممكن ابدأ بقى ان انا اخليها تاخد ريفليكشن بسيط علشان تبدأ تعكس لي يعني تعكس الماتيريال تبقى عكس. ممكن اجي كده وادي يوز البيدو وهتبدا تبقى عكس زي ما انتم شايفين. والطريقه البروفيشنال شويه في ناس بتستخدمها، باجي كده اسحب ماتيريال. الماتيريال دي بتبقى كلاود تكتشر، اللي هي خامه السحاب، بتبقى احساس السحاب كده ابيض واسود. لما تيجي تكتب على جوجل تكتب cloud texture هتطلع لك الحاجات بالمنظر ده. انا بنقي صورتين مثلا او صورة زي كده وببدأ اسحبها. بصوا ابتدت تديني احساس ان في زي مية على الاسفلت، ودي بنشوفها في شطات لناس بروفيشنال كتيرة بتشتغل بالمنظر ده، اللي هو تبدأ تديك احساس ان في مية على الاسفلت، سواء حبيتها او ما حبيتهاش، بس هي كطريقة ممكن ان انت توضحها في الشوت بتاعك. تعالوا نشوف مع بعض ماتيريال تانية، هي ماتيريال قصدي الطين. هاجي اسحب كده الطين بتاعي اهو في الماتيريال اديتور، وانا دلوقتي لو جيت اخدت بالي الماتيريال دي عبارة عن مجموعة صخور كده والطينة نفسها. في الماتيريال دي انا كنت منزلة المابس بتاعتها، يعني هي ليها المابس بتاعتها. فاجي كده على الخامة اللي انا نزلتها دي وهبدأ اسحب الديسبليسمنت بتاعتها، دي الديسبليسمنت بتاعتها، فهبدأ اسحبها وهبدأ اقرب منها علشان اظبطها. طبعا دي طالما فيها صخور كده اذا هي محتاجة اكيد ديسبليسمنت مش بومب. فزي ما انتم شايفين ابتدت الصخور تبدأ تطلع، اكيد مش هتبقى بالاماونت ده، اكيد ببدأ اقللها شوية، بس ببدأ اديها احساس ان هي بارزة كده شوية. وزي ما انتم شايفين ابتدت انها تظهر كده بالمنظر اللي هو الطبيعي بتاعها.
ده بالنسبه للماتيريال دي. طبعا هي ملهاش ريفليكشن، او لو فيها مثلا ميه او كده ممكن ابدا برضو اديها نفس الاحساس. هاجي على الماتيريال اديتور وهبدا اسحب برضو كلاود. لو انا حابب اعمل ماتيريال طينه، بس هي كده كده اصلا انا هغطيها بجراوند كفرز. بس تعالوا نشوف مع بعض، مثلا لو عملت الماتيريال دي ابتدت برضو تديها احساس ان في ميه، ممكن اسيبها كده وممكن اشيلها. ده بالنسبه لطريقه عمل الطين والاسفلت بتاع الارضيه، وطريقه ان الازاز برضو يكون عاكس زي ما انتم شايفين. نيجي بقى لأهم حاجة موجودة في الانسكيب، وهي اللايبرري الموجودة فيه، واللي دي هتغنيني عن حاجات كتير قوي قوي. والميزة فيها زي ما كنت قلت لكم في الشوت الانتيريور لما جيت اعرفكم عليها، ان الحاجة بتنزل بروكسي. بروكسي يعني ان البلوك الواحدة بتتحول وتبقى خفيفة جدا، فانت مهما تحط الفايل ممكن هو اللي يتقل معاك، بس الانسكيب نفسه مش هيتقل وهيبقى خفيف جدا، والرندر هيبقى سريع برضو زي ما هو، بس بيبقى فيه زي شوية لاج بسيط جدا، بس مش زي ما بتحط بلوكات 3D من ال 3D ويرهاوس، فالموضوع بيبقى بسيط جدا جدا. فهاجي كده مثلا انا ببدأ بالشجر طبعا، لان الشجر ده من اهم العناصر اللي هتبدأ تحليلي الشوت بتاعي. هاجي كده في طبعا زي ما انتم شايفين يعني مكتبة اشجار، يعني تقدر بقى تحط اي حاجة انت حاببها. فانا هعلم على التريز عشان انا حاليا دلوقتي عاوزة شجر بس، وهبدأ اختار بقى من مجموعة الاشجار اللي هو حاططها لي والبالمز الموجودة. مبدئيا في ورا كده ببدأ احط الاشجار العالية علشان تظهر لي في الشوت. انا بس هاجي على السين بتاعي اللي انا مظبطاه، وهشيل السينكرونايز علشان ابدا اشوف كل ما احط حاجه هتبدا تظهر لي ازاي في الشوت. هاجي كده طبعا انا هخلي الاشجار بتاعتي تبقى على لاير اسمها تريز، علشان لو عاوزه اقفلها عاوزه اخفف الفايل وهكذا اقدر ان انا اخففه بمنتهى السهوله. فهاجي كده وهبدا احط الشجر بتاعي. ممكن طبعا هو جايب لك هنا صورة الانسان بالنسبة للشجر قد ايه، بالنسبة لارتفاع الشجر قد ايه، علشان تبقى فاهم متخيل وانت بتحط الشجر بتاعك. ممكن ابدأ احط شجر كده في الباك جراوند، وابدأ اقربه كده لحد ما يظهر. طبعا الشجر لما بحطه انا دلوقتي هاجي كده واعمل دولت جروب، علشان جوه الجروب ده هبدأ احط مجموعة شجر تانية عشان يبقوا كلهم على بعض جروب. هبدأ ارجع تاني على الشوت بتاعي وهبدأ احط الشجر بقى. طبعا حاول ان انت الشجر بتاعك واحدة تبقى كبيرة واحدة تبقى صغيرة وهكذا، علشان تبدأ يبقى فيه اختلاف. ابتدت انها تظهر واحدة اهي، ممكن اختار بقى شجر اعلى شوية، ممكن اقرب الشجر وهكذا. اجي ممكن احط بقى شجر هنا بالنسبة لي في حوالين المبنى بقى. وبعد جنب المبنى طبعا كل شجرة بحطها لما بحط برص الشجر جنب بعضه، ياريت تكبر واحدة تصغر واحدة، تعمل واحدة روتيشن عشان ما تاخدش نفس الاحساس بتاع نفس الشجر اللي جنبها وهكذا. زي ما انتم شايفين ممكن ابدأ بقى اعمل لها كوبي اهو كده، ممكن ابدأ ادي شجر تاني، ممكن ادي شجر طبعا بلون مختلف، ممكن الاشجار العالية دي تبقى في الاخر كده علشان تبدأ انها تبان من ضمن العناصر بتاعت الشط. زي ما انتم شايفين كده ممكن تظهر معايا كده. وزي ما اتفقنا
نخلي دايما حجمهم مش متساوي عشان يديني احساس ان هو الحاجة فعلا طبيعية. يعني ممكن ادي شجر بلون هنا مختلف شوية بتاعك، يعني بيغيروا 180 درجة تقريبا. ممكن ادي برضو شجرة كده من ورا ابعدها شوية، وهكذا بقى. هاخد الجزء اللي انا عملته ده كله اللي هو الناحية دي، الناحية اليمين، وهبدأ احطه الناحية الشمال. يعني احساس ان الشط نفسه ابتدى ينطق يعني. طيب بعد ما عملت كده بقى هبدأ احط النخل. النخل ممكن احطه في المنطقة دي مع شوية شروبس، بس هي كده الاول اختار النخل بتاعي. طبعا انا عندنا برضو انواع كتيرة من النخل، انا مثلا بحب النخلة دي كده، ايش كلهم زي صف كده، وممكن اكبر واحدة اصغر واحدة وهكذا. بعد ما حطيت الشجر بتاعي ممكن ابدأ بقى احط الشربس. طبعا كل دول يعني حاليا جوه جروب، لو عايز اشيل الجروب ده هشيله مباشرة على طول، او ممكن احطه على لير على طول. يعني باجي كده وافتح التاج بتاعي، تلاحظين في لاج بسيط في الموديل بتاعي علشان الشجر اللي موجود، بس لاج يعني استحمله، يعني مش صعب يعني. هاجي كده وهعمل دايما بعمل لير اسمها تري، وهبدأ احط فيها الحاجات بتاعتي اهو. لو عايز اشيلها بشيلها على طول. ممكن اعمل لير تانية للبالم النخل، ممكن صحيح احط هنا شجرة صغيرة. انا هختار مش هخليها دي، هخليها اختار دي مثلا. طبعا المفروض كنت اخدها واحطها جوه الشجر، فهاجي كده اعمل لها كنترول اكس عشان اعمل لها كشورت كات. وتعالوا مع بعض نحط الشربس اللي هي هتبقى موجودة. طبعا برضو ممكن اعلم على الشربس هنا، فاجي كده واسحب بقى الحاجات اللي اقدر احطها عندي. ممكن احط واحدة من دي، واحدة تانية مثلا جاي عاملة كده، واحدة تانية جنبها، كبر سكيلها. طبعا بقرب من الحاجة علشان اتأكد ان هي نازلة لحد الارض. ده شكل طبعا الحاجات، بس انا اجي اخد دول كده احطهم هنا. ممكن اجي كده واحط عناصر تانية. العناصر التانية دي ممكن تبقى صخور زي ما انتم شايفين، بس لازم ادخل جوه الجروب. ممكن اجي كده اضيف صخر كبير. وهكذا ممكن اجي هنا ودي شجرة صغيرة. طبعا دي بتبقى لطيفة قوي شكلها. ممكن ادي الشجرة دي هنا واجي اديها برضو هنا في البوكس بتاع النباتات دي.
ممكن يبقى ورق شجر مثلا، او ورق الشجر ده مثلا تحطه على اكنه يعني ساقط من الشجرة. ممكن برضو تحط ممكن يجي يحط حاجات زي كده، ممكن يجي واخد ده مثلا واجي احطه اللي هي الجهنمية اللي بيسموها جهنم. بتبقى ادتني احساس ان في حاجة نازلة كده. ممكن استخدم الووتر، الحاجات اللي هي بتبقى على الووتر دي نحطها بالمنظر ده، فتبدأ تديني احساس ان الحاجات دي عايمة على المية. طبعا الشط كل ما ده عمال يحلو بسبب العناصر اللي هي بتبقى فيه دي بتديله روح. تعالوا نضيف مع بعض بقى شوية حاجات تانية، زي مثلا العربيات بتبكار. طبعا انت بتكتب هنا في السيرش الحاجة اللي انت عاوزها علشان تظهر لك على طول، بس كلمة قول عشان تبدأ تظهر لي الكارز. وفي الكارز بكتب يعني بختار سيدان عشان تظهر مثلا عربية سيدان. هو انا جايب لك كل الكارز اللي موجودة في الشوت، يعني حتى لو هي كار مثلا لعبة جايبها برضو. الكار كل حاجة يا جماعة بتنزل اصلا بالماتيريال بتاعتها، يعني احنا هنشوف مثلا هنا ان العربية نازلة بالريفليكشن بتاعها. العربية نازلة بالريفليكشن بتاعها، كل حاجة بتلمع، كل حاجة. وهكذا عشان ممكن اجي اخد شط بالمنظر ده يبقى جزء من العربية باين والمبنى بتاعي باين من ورا، يبقى شط شكله لطيف. ممكن ابدأ اضيف عناصر فرش بقى لبرة، باجي كده برضو اختار فرنيتشر مثلا واجي على كلمة قول تاني واختار فرنيتشر. ممكن اختار كراسي تتحط برة في المنطقة دي كده، ممكن اختار دي من الحاجات اللي بحبها جدا في المنطقة دي كده زي ما انتم شايفين. انا بختار الكرسي ده اهو اتحط في اللاندسكيب بره وكبير، بس انا هقلبه كده واختار كرسي تاني بالمنظر ده كده واعمل لهم. اهو المنظر ده بقى فيه كرسيين هنا. ممكن احط شازلونجات بقى للمنطقة دي، هاجي برضو ده كده واختار ان الحاجة تبقى outdoor. ممكن اضيف الشازلونج ده هنا وجنبي واحد تاني واضيف في النص بتاع دي. زي ما انتم شايفين ده المنظر بتاع الشوت بعد ما خلص. طبعا اقدر اضيف عناصر تانية، يعني بصوا لو جيت هنا وجيت هنا على قول شلت بس دي كده. في حاجات في الستريت نفسه يعني خوف، ممكن تلاقي بيلدينج زي ما انت شايف كده. ممكن ابدا اخد بيلدينج واحطه جنبي، دي مثلا عماره ممكن احطها جنبي، ف بتنفع جدا بقى. الموضوع يبدأ يديني احساس انه لا الموضوع حقيقي، يعني اقرب ما يكون للحقيقي.
فكده ابقى انا اخدت شوت نهاري للموديل بتاعي. زي ما انتم شايفين بصوا، انا كنت ضايفه مثلا هنا ليد لايت، اضاءه مخفيه، كنت حطاها هنا في تحت الانف بتاعه السلم. طبعا المفروض هي تعمل لها جروف او زي بيتعمل لها زي مكان بيتحط فيه الليد لايت، بس ده يعني سريعا كده خلصت الدي لايت شوت بتاعي، يعني الشوت النهاري. عاوزه بقى دلوقتي ان انا اعمل شوت ليلي او شوت نايت. اعمله ازاي؟ مبدئيا علشان تعرف ترجع للشوت النهاري، يعني انت مثلا اخدت شوت بالنهار وبعد كده عملت شوت بالليل، بعد كده عاوز ترجع تاني للشوت بالنهار، غيرت حاجه فعاوز تاخد ريندر فيها، بعدين هتقعد تظبط كل مره السان لايت جاي لك منين، والسحاب بتاعك كان مثلا كثيف في المنطقه دي ترجعه ازاي مره تانية، والهايلايت بتاع الصوره والشادوز والكلام ده كله مش هعرف ارجع له بالظبط تاني. فهم عملوا حاجه لطيفه جدا اسمها البريسيت. البريسيت دي لما بتيجي تفتح الفيجوال سيتنجز دي بيبقى فيه زي سهم صغير بتدوس عليه بيجيب لك حاجه اسمها كرييت بريسيت. فانا لو دوست على كرييت بريسيت دي وكتبت عليها مثلا داي لايت خلاص ودوست انتر، كده بقى عندي بريسيت للداي لايت شوت بتاعي. هي بس يعني طلعت من عندي السكاي فهرجعها تاني، كانت اربن خلاص. خلاص هي طالما عملت كده هي بتتظبط اوتوماتيك مع يعني بتتعدل عليها اوتوماتيك طالما انا واقفه عليها. فالبريسيت دي اسمها داي لايت. لو انا جيت وعملت واحده تاني للنايت شوت وجيت حابه ارجع للداي لايت هدوس عليها هترجعني تاني للداي لايت. اهو بصوا مثلا انا دلوقتي في الكاستم، الكاستم ده مثلا كانت اي حاجه، يعني مثلا خلينا نغير في السان برايتنس خليه مثلا يبقى كده، ده الكاستم. وغيرت في الهايت، غيرت في اي حاجه بقى، في خليت يبقى فيه فوج او حاجات زي كده. عاوز ارجع للداي لايت بتاعي تاني بدوس عليها كده تاني بترجع خلاص اوتوماتيك للبريسيت اللي كانت موجوده. اي حاجه من هنا كنت مظبطاها هترجع للداي لايت تاني. طيب انا عاوز اعمل واحده تانية بقى تبقى نايت شوت، فباجي كده بكتب نايت خلاص وهبدا بقى اعدل في النايت دي. اعمل ايه بقى علشان احوله يبقى نايت شوت؟ باجي كده اولا على الاتموسفير اخلي السان برايتنس ده يبقى صفر، مش عاوزه سان برايتنس، مش عاوزه ضوء صبح. وهخلي في الايمج او في المين هقلل الاكسبوجر بتاع الصوره عشان يبقى فيه زي إضاءة بس مش قوي، يعني الصورة متبقاش الإضاءة فيها عالية قوي خلاص. وهاجي على السكاي هقلل السحاب خالص، أنا مش عاوزة سحاب سوري دي، كل ده هقلله فما بقاش فيه سحاب زي ما انتوا شايفين خلاص. طبعا تقدر تتحكم في الإضاءة بتاعت الشوت عن طريق الاكسبوجر، يعني ممكن اغمقها قوي او افتحها قوي. طبعا انا ممكن ابدا اسحب سكاي من عندي، يعني ممكن اجي كده واعمل الاربن تمام، فسحبت مثلا الحاجات اللي هو كان قايل لي عليها جوه الانسكيب نفسه، او اللي انا اسحب اضاءه تانية من السكاي بوكس. لو تفتكروا كان في الاتش دي ار اي كنا جايبين واحده كانت في ال HDRI كنا جايبين واحدة بالليل، دي كانت بالليل مثلا، فتقدر ان انت تحطها وتلعب في الروتيشن بتاع الكاميرا، بس تبقى عاوزة طبعا صورة يعني مناسبة للبتاع عشان ما تبقاش فيك قوي. يعني ممكن حد مثلا يبقى بيلعب في الروتيشن بتاع الحاجة لحد ما تظبط، او ينقي صورة تانية تكون مناسبة للسين بتاعه، ممكن حاجة مثلا زي كده وتبقى طبعا عاملة ريفليكشن للجزء اللي هو من ورا، ممكن حاجة زي كده، بس انا مش هفضل حاجة زي كده وخليني عادي بالسكاي بوكس بتاع الاربن.
تمام، وهيعلي الاكسبوجر شويه عشان ما يبقاش الشوت محروق قوي. ولازم اضيف في الشطات اللي هي نايت لازم اضيف اضاءات علشان الشوت بتاعي ينور. انا هنا زي ما انت شايفين كنت عامله البيلر ده اللي هو الوحده بتاعه الاناره، كنت عاملاها اللايت بتاعها من بره كنت عامله له اميسيف فباين ان هو او سيلف اليومينيشن فباين ان هو منور زي ما انت شايفين. بس انا مش هكتفي بالاناره دي، طبعا الواحده من دي كومبوننت عشان لو غيرت فيها تتغير في الباقي، فهبدا ان انا اضيف سفير لايت. ليه سفير لايت؟ علشان تديني احساس انها منوره من كل حته كده، واجي اديها لون كلر، ممكن اختار اللون اللي هو ده او ده خلاص، وهكبر الانتنسيتي بتاعتها شويه فتبدا تديني احساس ان الشوت ابتدى اهو ينور زي ما انتوا شايفين. طبعا انا هنا السبوتات كلها برضو كلها كومبوننت وعامله فيها خط، ده علشان اعرف ادخل السبوت لايت، باجي نقطه نقطه تانية وباجي اسحب لتحت خلاص نفس النقطه برضو تاني فابتدى ان هو ينورها لي. هديها نفس الكلر عشان تدي كلها نفس اللون، هاجي كده وابدا اديها الإضاءة. طبعا شايفين الانعكاس بتاعها على الحيطة وعلى الأرضية، في نفس الوقت برضو عاملالي على الإضاءة بتاعة الشوت. بس أنا هبدأ أغير دي، ممكن أخلي طبعا دي فيها IE slide، فباجي على الحاجات بتاعتنا IE slide اللي هي نختار define دي. بصوا شكل IE slide بعمل ازاي، شكله لطيف جدا وفي نفس الوقت نور لي الشوت. طبعا دولت كومبوننت من دول، يعني لو جيت كده اهو كله اتعمل مره واحده زي ما انت شايفين. طيب انا لسه ما خلصتش باقي الحاجات، طبعا عاوزه اعمل اضاءه في البسين. انا كنت واخده برضو من السبوت لايت ده كنت واخداه كومبوننت، فهاجي كده وابدا اسحبه اخده كوبي بتاعت البسين حتى ظبطت. فبقى في اضاءه للبسين وعامله كده زي ما انتم شايفين. ممكن اعمل الناحيه التانية كمان. في حاجه بقى لطيفه جدا برضو في موضوع الكوبي، يعني انا دلوقتي مثلا عاوز اعمل كوبي للوحدات دي، فباجي كده مثلا هعمل الوحده بتاعتي دي كوبي لهنا، وبعد كده هقول له ديفايد دي على 2 او مثلا 3 لو انا عاوزه 3، طبعا بما فيهم الكوبي بتاعتي زي ما كنا بنعمل كوبي لل في اول محاضره خالص. فاجي كده بس الاول اسحبها وبعد كده بدوس علامه اللي هي العلى او اللي هي الديفايد او اللي هي السلاش يعني، وبكتب 3 فهتلاقي حط لك 2 في النص. هاجي كده واحط فيها برضو سبوت لايت، ادي ده السبوت لايت بتاعي اسحبه واحده 2 واحده 2 وهكذا، هديله نفس الكلر برضو وهغير الاي اي سلايد بتاعته، اختار كلمه ديسبلاي هتنزل. طبعا عاوزه تزيد الاضاءه بتاعتها، بصوا بقى شكلها عامل ازاي، شكلها حلو جدا على الحيطه. وانا كنت واخداها كوبي هنا وهنا وعلى الحوائط هنا في الحته دي كده، فكده قدرت ان انا انور الشوت بتاعي. طبعا ما بكتفيش بكده بس، ممكن اقدر ان انا اضيف سفير لايت جوه الشوت بتاعي علشان يبين لي ان جوه منور، لو انا عاوزه ابين ان جوه في اضاءه. طبعا يا ريت الاضاءه كلها تبقى كلها جروب علشان يبقى سهل عليك ان انت تمسكها. انا همسك الاضاءه دي بس كده احطها
في نص الفراغ تقريبا، وابدأ ازود الانتنسيتي بتاعتها. هطلع بره الشوت وابدأ اشوف الافكت بتاعها عامل ازاي، ممكن ازود فتبدأ تديني احساس ان الشوت منور. هاخدها كوبي برضو، تمام. ممكن ابدأ برضو اخدها جوه عشان تنور لي الأوضة اللي فوق. لو انا حابب يعني طبعا مفروض ان انت تبقى منزل مثلا بلوكات او عناصر زي مثلا نجفة او حاجة، فتبدأ تديك احساس ان السيم مظبوط. وكده ابقى عملت الشوت بتاعي النايت زي ما انتوا شايفين كده، والبريسيت هنا على النايت. عاوزة ارجع للدي لايت هدوس كده هترجعني على طول للدي لايت، عاوزة للنايت هرجع على طول على النايت. طبعا اقدر اسايف البريسيت دي واقدر اسايف البريسيت دي. ازاي ناخد شطات في الاكستيريور؟ احنا مبدئيا في الاكستيريور بنحاول ان احنا ناخد الشوت بتاعنا 2 point perspective و 1 point perspective، يعني منظور بنقطة واحدة ومنظور بنقطتين. وطبعا بيختلف طبعا حسب الكتلة بتاعتك، يعني اكيد كل واحد وكتلته كده يفرق في الموضوع. وبحاول برضو الخط الرأسي بتاع المبنى يكون موازي للخط الرأسي بتاع حرف الشاشة عندي. فلو جيت كده مثلا ده كان اول شوت انا واخداه، حاول ان الشوت اللي انت بتاخده يكون مليان شجر من الناحية دي ومليان شجر من الناحية دي. ما تحاولش ان انت تاخد الشوت يبقى حواليه فاضي، لا، يعني انت لو هتكتفي بشجر بس ومش هيبقى فيه مبنى او حاجة خلاص تمام، بس يبقى الشوت مليان. برضو ما تاخدش الشوت مثلا كده وتبين اللي حواليك كده الا لو في حاجة حواليك او انت مظبط الانفايرمنت اللي حواليك. في نفس الوقت حاول تظهر عناصر زي مثلا العربية دي، ما هي ظاهرة كده بتدي شكل حلو للشوت وبتدي له احساس يعني ان الحاجة تبقى حقيقية اكتر. ده كان اول شوت انا واخداه. الشوت التاني كنت واخداه برضو كده، ممكن يعني برضو كنت مبينة العربية، وده كان شوت 1 point perspective، منظور من نقطة واحدة كله بيتهرب لنقطة واحدة عشان ابين المدخل بتاع البيت، وفي نفس الوقت يبقى بين جزء كبير من واجهة البيت. في برضو شوت تالت ابتديت بقى ان انا اخد شطات تبقى ارتستيك شوية، ابتديت ان انا ابين العنصر الجمالي اللي عندي اللي هو اللي فيه الورود ده مع البسين مع جزء من المبنى، بس ببين حاجة ارتستيك شوية. في برضو شوت تالت كنت واخداه للحتة برضو اللطيفة اللي عندي دي اللي هي الجزء اللي نازل من السقف ده والسبوتات وكمان الجهنمية اللي نازلة او الحاجات اللي هي المتهدلة اللي نازلة. البيلر ده مع الشجر اللي جنبه مدي احساس حلو جدا، ومبين برضو الاضاءة اللي هي بتاعة السلم. في برضو شوت تالت كنت واخداه قلت ابين فيه الشازلونجات بتاعتي، وطبعا زي ما اتفقنا برضو الحاجة تبقى رأسية. الشوت ده كان هيبقى احلى لو بين المبنى كله، يعني جا واخد جزء كبير قوي من المبنى او مبين جزء كبير من المبنى بتاعي. ممكن يبقى فيه حتة مقصوصة، بس حاول دايما ان لا المبنى نفسه يبقى كله باين لو هو مش شوت ارتستيك، يعني انت لو مش مفوكس على حاجة معينة. فده مثلا ممكن يبقى شوت اقرب للجزء اللي هو مبين فيه المبنى. احيانا ساعات بيبقى الشوت مظلم، فلو عاوز ان انت تنوره ممكن تضيف سفير لايت، يعني انا هشيل دي بس كده وهبدأ اضيف سفير لايت في الجو بحيث انها تنور لي الشوت بتاعي، اكن في اضاءة هي مش حقيقية بس هي بتنور الشوت بتاعي. فانت لو محتاج حاجة زي كده ممكن ان انت تبدأ تدي سفير لايت كده في الجو اهو كده، وابدأ ان انا اديها من نفس اللايت بتاعي لو انت محتاج، يعني لو حاسس ان الشوت بتاعك محتاج يزيد فهي ممكن تزود لك الشوت
بتدي طبعا اضاءة، بس اضاءة يعني لو انا حسيت ان الشوت بتاعي فعلا محتاج انارة يعني. ممكن طبعا تتشال زي ما انتم شايفين الفرق ده، لو انا عاوز ان انا ابين انه الشوت منور اكتر يعني. شوف مع بعض ازاي اقدر اعمل فيديو في الانسكيب. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. مبدئيا انا هخلي الويندو بتاعت الانسكيب هي اكبر حاجة زي ما انتم شايفين كده، وهي دايما هشغل السيف فريم عشان اعرف المنطقة الفعلية اللي هيتاخد فيها الفيديو، وهبدأ اشوف انا عاوز اخد الفيديو منين. الانسكيب ممكن ياخد لي لقطة وبعد كده لقطة وبعد كده لقطة وبعد كده اجمعهم، يعني فيديو صغير بعد كده فيديو صغير بعد كده فيديو صغير، واجمعهم ببرنامج بيجمع الفيديوهات، او ان انا اعمل الكاميرا بتروح وبترجع وبتتحرك معايا. فانا دلوقتي هعمل اول فيديو تمام، وبعد كده ممكن نكرر الفيديوهات دي ونجمعها زي ما اتفقنا. فالفيديو اللي هو العادي الطبيعي خالص اللي انا بتحرك بالدبليو الاسود دي، او بتحرك بكليك يمين كليك شمال اللي هو التحركات العادية بتاعة الكاميرا في الانسكيب زي ما انتم شايفين كده. هتحرك ازاي؟ احنا واحنا بناخد الكاميرا اكننا بندوس ستارت وبنتحرك بنصور الفيديو بتاعنا، وبعد كده بندوس اند بندوس تاني على الزرار. فانا محتاجة ان انا اعمل الموضوع ده. مبدئيا هاجي على القائمة بتاعة الفيديو فيديو اديتر، بفتحها كده بيجيب لي زي ما انتم شايفين شريط من تحت كده، دي الستارت بوينت بتاعتي ودي الاند بوينت بتاعتي. انا بدوس كاختصار ليها عشان انا ببقى عاوزة يعني من غير ما ارجع للكلام ده، باجي بدوس كي خلاص ده البداية، بدوس دبليو مثلا لازم اللي انا ادخل جوه الفريم عشان يبدأ يتحرك، لازم ادوس كليك خلاص، وعاوزة اقف كده فبدوس كي تانية كده انا خدت الفيديو بتاعي. تعال نشوف شكل الفيديو بتاعي لو دوست على كلمة بريفيو اهو، ده شكل الفيديو بتاعي. طيب هو بطيء ليه؟ علشان حاجة اسمها total duration دي مقرية عندي 11 ثانية. طب تعالوا نجرب كده لو بقت مثلا 5 ثواني وجينا عملنا بريفيو، بصوا الموضوع بقى أسرع. طبعا شايفين الشجر والكلام ده بيتحرك بيتحرك بسرعة. ليه بسرعة؟ عشان الويند عالية عندي، لو قللتها هيبدأ يتحرك ببطء. لو جينا كده هنشوف مسار الكاميرا اللي هو معمول ده، المسار بتاع الكاميرا دي الستارت بوينت بتاعتي، بدأت من هنا وانتهيت هنا. ده اول شكل من اشكال الفيديوهات اللي انت بتجمع فيديو زي كده وبتبدا ان انت تسيفه. بنسيفه ازاي؟ بنعمل اكسبورت وبنختار انت عاوز الريزوليوشن بتاعه كام. انا عامله الريزوليوشن بتاعه عشان دايما الفيديوهات بتبقى لاندسكيب، فعاملاه 2000 في 100 عشان الكبير هو اللي يبقى 2000 وال100 اللي هي اللي بالطول. حاجة اسمها الفريم بير سكند، ده التردد بتاع الصورة، كل ما بيزيد كل ما بيكون احسن في الكواليتي بتاع الصورة. دي الكواليتي بتاعت الصورة معمولة ماكسيمم، ممكن تعملها اقل من كده لو انت عاوز حاجة اقل، بس يعني الماكسيمم و30 فريم في السكند ده حاجة كويسة جدا يعني. لو اكتر من كده تاخد وقت معاك في الابلود لو انت بترفع الفايل بتاعك. طيب ممكن اعمل فيديو زي كده واسيبه اعمل له اكسبورت، وبعد كده اعمل فيديو تاني واعمل له اكسبورت برضو، وبعد كده على برنامج تجميع الفيديوهات بجمعهم سوا. لكن انا بقى عاوزه، لا انا عاوزه الكاميرا بتاعتي تتحرك في باص وتبدا تطلع وتنزل والكلام ده كله، باجي اعمل ايه؟ انا هاجي بس امسح الفريم بتاعي ده عشان مش عاوزاه، فاجي على الثلاث شورت دولت وبختار نيو فيديو باص. بيقول لي انت عاوز تمسحه ولا ايه؟ اقول له يس. الطريقه الاولانيه دي يعني انا ممكن اخد فيديو بس واحد ان هو بعمل زوم ان على حاجة معينة، او عدة فيديوهات زي كده وببدأ اجمعها مع بعض. دي طريقة. الطريقة التانية بقى لا، انا عاوزة من ساعة ما امسك الكاميرا لحد ما انتهي بيها انا عمالة اخد شطات متغيرة، مش عمالة اتحرك فيديو فيديو. فمثلا انا دلوقتي قلت ايه، انا هبدأ مثلا من عند العربية دي خلاص، اكني بادئة من عندها، واخد ادوس على اقرب بس عشان اقرب العربية، وادوس كي وبعد كده ابدا اطلع مثلا كده خلاص، وادوس كي تاني، وبعد كده عاوزه ابدا اللقطه التانية من عند الشجر كده، فهدوس كي تاني و
ابدا ان انا اتحرك بالكاميرا بتاعتي، انا عماله باخد فيديوهات مع بعض خلاص، وهيتجمعوا في باص واحد. وهدوس كي تاني، وهدوس هنا كي تاني، وبعد كده هاجي وادوس كي هنا وانتهي بكي هنا، واشوف بقى الفيديو بتاعي ده بقى شكله عامل ازاي لما بعمل بريفيو. طبعا اقدر العب في الديوريشن، اخلي ده مثلا 0 واخلي دي 20 سكند، وهبدا اعمل بريفيو علشان اشوف الفيديو بتاعنا ده سريعا بقى عامل ازاي. هو دلوقتي اخد لي الباس بتاع الكاميرا وبيبدأ يضم كل حاجة على بعضها، فده بقى شكل الفيديو بتاعي. طيب انا عجبني الفيديو ده وعاوزة ان انا اسيبه، بسيبه ازاي؟ باجي على اكسبورت، خلاص زي ما اتفقنا ان هو بيسألني شوية حاجات، هدوس اكسبورت وهسيبه هنا كده. هيقعد يعمل ريندرينج للفيديو، ده الفيديو بعد ما خلص زي ما انتم شايفين اهو، ده 30 فريم في الثانية، يعني كل ثانية بيبدأ ياخد 30 صورة، والكواليتي بتاعه طالع حلو جدا. فده ازاي نعمل فيديو باستخدام الانسكيب. بس كده احنا خلصنا. اتمنى يكون الفيديو يعني غطى جميع النقط اللي انتوا حابين ان انتوا تعرفوها.